هلا حروح لفقرة اجتماعية. مثل ما بنعرف المدرسة هي البيئة الثانية اللي بيدخل عليها طلابنا وأطفالنا بعد الأسرة، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بتحديد كمان أي مشكلة بيمر فيها أطفالنا، فالإرشاد الاجتماعي الموجود بالمدارس هو الأساس لحتى يمكن يكشف بداية أي مشكلة سلوكية بيتعرض لها الأطفال. بالفترة الأخيرة لاحظنا سلمى أهمية وجود المرشد النفسي أو المرشد الاجتماعي حتى يلي بيكون هو الملجأ الأول للطفل، حتى يمكن يحكي أي مشكلة ممكن تصير معه، ولحتى يمكن يلاقي الحل في بعض الأحيان. وأثبت المرشد اليوم دوره بدعم الطلاب وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل ودور الإرشاد النفسي في المدارس مع الدكتورة مديحة حماد، اختصاصي بالإرشاد النفسي. سعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا. سعد صباحكم وصباح الإخباري السوري. أهلا وسهلا فيك دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك من تعريف الإرشاد النفسي والاجتماعي بشي بشكله الحقيقي موجود كان بالمدارس أو بشكل عام. طبعا هو عملية تفاعلية ناشئة عن علاقة بناءة بين المرشد والمسترشد، فالمرشد يقوم بدور بمساعدة الطفل أو الفرد مهما كان فئته العمرية، بمساعدته على فهم نفسه، معرفة قدراته، إمكاناته، التبصر بمشكلاته، محاولة حلها، تنمية السلوك الإيجابي عند الأفراد. طبعا هذا كله بهدف يكون هناك درجة مناسبة أو مقبولة بوصوله إلى الصحة النفسية، إلى التوافق النفسي، التوافق الاجتماعي، التربوي، المهني. لكن طبعا للنجاح العملي الإرشادي لابد من تعاون جميع الأطراف في عملية الإرشاد وليس فقط المرشد النفسي. لدينا المرشد، المسترشد، المدير، أهل الطفل، لدينا أيضا الأصدقاء ممكن أن يكون لهم دور طبعا بمساندة زميل أو بتحديد أو مواجهته للمشكلة اللي هي ممكن تكون فيها بحلها. طبعا نعم، بعض الأطفال دكتورة أو حتى اليافعين بيكون عندهم شخصية قوية بتكفيهم أنهم يتجهوا من نفسهم للمرشد النفسي يحكوا مشكلتهم ويتناقشوا مع المرشد النفسي، لكن البعض الآخر ممكن بيخجل أو عنده بعض الأشياء يلي بتمنعه والأسباب. خلينا نعرف اليوم أمتى يحال الطالب أو الطفل إلى المرشد النفسي؟ طبعا يحال عندما تكون المشكلة أكثر تكرارا وأكثر تعقيدا. مثلا كثير ممكن يرد شكاوي على طالب معين انه عنده مشكله مثلا بتقصير دراسي، عنده فوضى بالصف. عندما تتكرر المشكله هنا طبعا يحال الطفل او الفرد الى المرشد النفسي. طبعا هلا ممكن يكون التكرار المشكله قد يكون جماعي، فالمرشد بهي الحاله بيعمل ارشاد جماعي بحدود 9 اشخاص بمعدل جلستين للخمس جلسات. طبعا هون بترجع عنا لطبيعه المشكله التي حدثت عند الطفل او عند الفرد مهما كانت فئته العمريه. ايضا ممكن هذا الفرد او هذا الطفل عنده مشكله افراديه تكون ليست جماعيه. طبعا ايضا هنا يحال عندما تتكرر المشكله عند هذا الطفل. ايضا المرشد هنا يقوم بدور الإرشاد الفردي له ويعقد معه مجموعة من الجلسات مع دراسة حالة كاملة لهذا الطفل. طبعا لما بتتجاوز حدود الجلسات مع هذا الطفل ولم يتمكن من هناك أن يكون هناك تحسن أو تعديل بالسلوك المطلوب، هنا يحال إلى الجهات الطفل إلى الجهات المختصة. طيب دكتورة، بما أنك حكيتي شوي عن حسب نوعية شو السلوك اللي عم بيمر فيه الطفل، بالتالي ممكن أنت توسعي دائرة الإرشاد النفسي بين 2 ل3 ل4 على حسب وجودهم. خلينا نحكي شوي اليوم عن نوعية هي المشاكل اللي عم تشوفوها حاليا بالمدارس مع أطفالنا، وخصوصا في كتير قصص للأسف إجرامية عم نسمع فيها أطفال بسن صغير عم يعملوا شيء ما بيخطر ببال حدا. عم نقول كيف طفل بهذا العمر عم يعمل هيك شيء؟ وين أهله غايبين؟ مدرسته غايبة لحديت ما وصل لهي المرحلة بالسلوك؟ طبعا عندنا لدينا ما يسمى بالإرشاد التربوي. طبعا هون بيركز عندنا على المشكلات التربوية عند الطفل. يعني هون نحن مثلا بندرس أكثر المشكلات تكون شيوعة بالمدارس كناحية تربوية، هي التقصير الدراسي، الغياب المتكرر، التأخر الصباحي، صعوبة بتعلم مادي ما، قد يكون بتأخر دراسي، قد يكون عند الطفل
نوع من انواع الاعاقه، لكن طبعا هيك مشكلات بشكل عام. لا ممكن يتولد عند بعض الاطفال السلوك العدواني وخاصه عندنا بالحلقه الاولى، بيكون عندهم سلوك عدواني، لكن طبعا الارشاد النفسي ودائره البحوث دائما على اطلاع بهذا الموضوع، والمرشد النفسي هو دائما موجود في المدارس بحملات توعية عن أي موضوع. طبعا بيكون أكثر انتشارا بالمجتمع وأكثر انتشارا بالمدارس، لأنه نحن بنهاية كل فصل أو مثلا كل شهرين بيتم إمداد دائرة البحوث بتقرير شهري عن ماذا أنجز من خطة، ما هي الصعوبات، ما هي المشكلات الأكثر تكرارا مع وضع نسبتها. طبعا من هالمنطلق هذا يتم عندنا جلسات توجيه جمعي للأفراد أو للطلاب الذين يعانون من مشاكل معينة. لكن نحن كأطفال مثلا إذا عند الطفل يوجد سلوك عدواني وأحال هذا الطفل إلى المرشد النفسي، طبعا لابد أولا من وجود دراسة حالي لهذا الطفل من جمع معلومات كاملة عنه. التواصل مع الأهل هو ضروري جدا، وخاصة عند بمرحلة الأطفال، لأنه طبعا الطفل لا يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وبين ما ينفعه، بين ما هو صح ما هو الخطأ. فالتواصل مع الأهل هنا ضروري جدا لمعرفة السبب الذي قد يدفع الطفل، ممكن يكون السبب من الأهل. تمام. هون في سؤال دكتورة، أغلب الأطفال وأغلب الطلاب لما بيلجأوا للمرشد النفسي فهني بيطالبوا بالسرية المطلقة. تماماً. ما بدنا الأستاذ، ما بدنا رفقاتنا، ما بدنا حتى أهلينا. أمتى المرشد النفسي بيكون دوره هو الحفاظ على هيئة السرية بشكل كامل، وأمتى مشاركة الأهل ومشاركة المعلم المسؤول عن الطالب هي تبقى من مسؤوليات المرشد النفسي؟ طبعا السرية التامة هي أهم سمة مميزة، هي بتميز المرشد النفسي. طبعا لما بتكون هناك مشكلات بسيطة، مشكلات ليس لها ضرر على هذا الطفل أو على هذا الشخص، طبعا السرية هي بتنمي الثقة بين المرشد والمسترشد. لكن هناك استثناءات بتطبيق مبدأ السرية عند الإرشاد النفسي، اللي هن الأطفال الصغار. كما ذكرنا الطفل لا يستطيع أن لا يميز بين ما وما ينفعه بين ما لا ينفعه، فلابد من دائما التواصل مع الأهل بشأن بأي مشكلة كانت عند الطفل. قد يكون عند الأشخاص الآخرين مصابين باضطرابات نفسية، فهون من الضروري نحن أيضا إخبار الأهل بهذا الموضوع. الخارجين عن القانون أيضا لابد من إخراج من إخبار الأهل بهذا موضوع طفلهم، لأنه بالنهاية المرشد ما هو إلا هو ممثل للمجتمع. مثلا عندنا شخص مصاب بأمراض مزمنة معدية، كمان أيضا من الواجب أن الإخبار الوالدين بهذا الموضوع. أما ما تبقى الحفاظ على السرية التامة بالنسبة كتير نحن بنسمع انه مثلا طفل او فرد ما بيحبب انه يروح للمرشد النفسي. هلا ممكن يكون عند المرشد النفسي ما له غرفه او مكتب يكون مثلا فيها، ممكن الطفل او الفرد ارتكب فعل ما وهو يشعر بالدونية تجاه ذلك. هلا كتقبل المرشد ممكن انه يخاف الطفل او الفرد انه هذا المرشد انه فعلا يفشي باسراره للاهل للاصدقاء، ايضا هون ممكن. لكن المرشد نفسه بالمقام الاول هو اللي يستطيع ان ينمي العلاقه الايجابيه بينه وبين الاخرين، مع الكادر الاداري، مع الكادر التدريسي. لكن فقط هذول الاستثناءات اللي بيحق ان المرشد انه يفشي فيها سر الطفل او الفرد. طيب دكتوره، قبل ما نختم، نحن كثير بنسمع اوقات انه يختلف طبيعه عمل المرشد من مدرسه لمدرسه ومن بيئه لبيئه. بعض البيئات لا تتقبل اساسا انه هي تروح تحكي مع المرشد، بيستحوا الطلاب والاهل وهيك، وفي بيئات لا متوسعه، وكمان العلاقه عدد الطلاب والمدارس اذا مهيئه او لا. قد ايه مهم اليوم يكون ثقافة أن احنا نتقبل وجود هذا المرشد ويكون دوره فاعل وضروري؟ يعني هو ما له علامات الواحد إذا راح لعند المرشد حكى أو لا، فبالتالي بيقول إيه شو بدي يروح أعمل، ما في داعي. طبعا المرشد النفسي بالأوقات الحاضرة أثبت فعاليته بجدارة بالمدارس، طبعا سواء كان مع الأطفال. طبعا نحن نعلم أن بالمرحلة بالحلقة الأولى يكون هناك مرشد اجتماعي للأطفال، أما بالمراحل المتقدمة يكون هناك مرشد نفسي، هم مقسمين إلى حلقة أولى وحلقة ثانية. طبعا الأهل لهم أيضا دور كتير كبير بدائما التواصل مع هذا المرشد، دائما الحديث
يتحدث عن ابنه بما هو مقصر بما هو غير مقصر. العقل الاهلي بيلعبوا دور بهذا الموضوع ايضا من خلال اطلاع لعملية المرشد بالمدرسة. ممكن مثلا الطفل او الفرد اللي ممكن ينبذ من المرشد النفسي من خلال كلام الاهل عن المرشد النفسي انه هو غير مجدي مثلا، ولكن هون بالعكس بالاوقات الحاضرة اثبتت فاعليته بكثير من المواضيع. المرشد النفسي هو عمود المدرسة من تعاونه مع الجهاز الإداري بالمدرسة مع الكادر التدريسي بموافاة موجهه الاختصاصي بمجموعة من بمقترحات بتفيد العملية الإرشادية، أيضا من خلال إقامته للندوات أو توعي من خلال مثلا ممكن يكون عندنا توعي عن موضوع النظافة. المرشد هو أساسه ومكانته وجوده بين الطلاب سواء كان بالباحات بالصفوف. المرشد هو الأساس بنجاح العملية أو يعني إذا كان هو المسؤول عن نجاح هذه العملية أو غير نجاحها. أكيد كل الشكر لك دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى أكيد يكون المرشد دائما هو الملجأ الأول للأطفال والطلاب لحتى نحل يمكن أي مشكلة ممكن يتعرضوا لها ونساهم بتصحيح شوي والتخفيف من النفسية الصعبة اللي ممكن تكون عند الأطفال. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ولوجودك معنا.